هذه المشاكل العالقة في العراق يجب أن تحل. موضوع كركوك هي قد يعني تشكل عقبة كأداء أمام تشكيل تركيبة سياسية متجانسة في العراق. هذا الملف تحديدا يحتاج إلى الحل، حل قضية المناطق المتنازع عليها وليس كركوك فقط، سيساهم في تعزيز الاستقرار السياسي في عموم العراق، بالإضافة إلى الملفات الأخرى العالقة مثل قضية النفط الذي أصبحت أيضا قضية جوهرية. هذه الانتخابات هي تختلف عن الانتخابات السابقة من حيث وجود قوائم متنافسة. توقعاتنا لهذه الانتخابات في تصوري أن القائمة الكردستانية التي تضم الحزبين الرئيسيين سيحوزان على النسبة المريحة التي تؤهلهما لتشكيل الحكومة، وذلك لأنهما يعني لديهما القاعدة الجماهيرية الواسعة، وحسب معظم الاستفتاءات في تصورنا هي التي ستفوز بهذه النسبة التي ستؤهلهم لتشكيل الحكومة. لكن أيضا هناك عدد من المقاعد ستذهب إلى الأحزاب الإسلامية، وعدد من المقاعد ستذهب إلى قائمة التغيير. نحن في مطالبتنا لمدينة كركوك لا نستند أو لا نطمح إلى نفط هذه المنطقة، وإنما نعتبرها حق من حقوق شعبنا. لذلك كان معظم الثورات الكردية المندلعة في التاريخ الحديث عندما تصل إلى نقطة كركوك كانت كركوك هي العقبة الكاداء أمام حل مجمل القضية الكردية. لذلك نحن ندعي، لدينا الحق بأن ندعي بأن كركوك هي مدينة كردستانية. Thank you.